السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولادي حبايبي طلبة السنتر طلبة الأونلاين، وحشتوني جدا. وصلنا لحل الهومورك للحصة اللي فاتت، ومعانا كمان حل امتحان الحصة اللي فاتت. تعال نشوف الأول حل الهومورك بتاع الحصة اللي فاتت. كان بيقول لي كده مديني ان اول سؤال كان موجود ريفراكتيف اندكس ها اوف ماتيريال، وهو ايكواليتريال بريزم يعني الاي بي 60 وريفراكتيف اندكس ان برو 2، واعطاني ان الانجل اوف مينيمم ديفيشن هو دي اللي طالبها الالفا نوت عايزها. فانا عندي دي سهله خالص، بعمل كده القانون بتاعي، قانون المينيمم ديفيشن ريفراكتيف اندكس ان بيساوي ساين الفا نوت بلس الاي ديفايدد باي 2 على ساين اي اوفر 2. فالريفراكتيف اندكس كانت برو 2 بتساوي ساين، بتعمل ايه؟ الفا نوت ب هو عايزها بلس 60 ديفايدد باي 2 على ساين الاي اللي هي 60 ديفايدد باي 2. فانت دي ساين 60 ديفايدد باي 2 هي ساين 30، ساين 30 بهاف، اعمل الهاف تايمز روت 2، اعمل الهاف تايمز روت 2 يدي 1 على روت 2. ال 1 على روت 2 بقت بتساوي ساين الفا نوت بلس 60 ديفايدد باي 2. هنا بقى تعمل شيفت سولف ماشي، تعمل شيفت انفرس للطرفين ماشي. شيفت انفرس للطرفين، لو عملت شيفت انفرس ده يديك 45، شيفت انفرس ده يطير الساين، يبقى الفا نوت بلس 60 ديفايدد باي 2. ابدا اعمل كروس مالتيبليكيشن 2 في 45 ب 90 ايكوال الفا نوت بلس 60، يبقى الالفا نوت بيساوي 90 كلها ماينس 60 يدي 30، يبقى الالفا نوت ب 30. ده اول سؤال. السؤال اللي بعده سؤال، طبعا انا عارف انك انت اتجلجلت فيه وقعدت تفتكس. هنا بيقول لي البريزم ات بوزيشن مينيمم ديفيشن الريفراكتيف اندكس اوف بريزم از ديترمايند فروم ذا ريليشن ساين فاي 1 على ساين فاي 2، لا طبعا. انسيدنس على انسيدنس، لا طبعا. ايه على الفا، لا طبعا. طب دي ساين فوق الفا نوت بلس اي وبعد كده اعمل لهم ديفايدد باي 2، برضه لا طبعا. يبقى هي دي ساين فاي 1 اللي هي ساين فاي، ساين سيتا 2 لا، ساين سيتا 2 اللي هي ساين فاي لا، دي ما تنفعش، انا اسف، دي مش تنفع. دي ساين فاي 1 على سيتا 1، هي ساين فاي 1 على ساين سيتا 1، ساين فاي 1 على ساين سيتا 1، فتبقى ساين فاي على ساين سيتا اللي هي ساين ايه بقى؟ ساين الفا نوت بلس الاي ديفايدد باي 2 على ساين اي اوفر 2، هي نفس الكلام، لما دي ما تنفعش خلاص، انما هي ساين فاي 1 على ساين سيتا 1. طيب ناخد السؤال اللي بعده. بيقول لي في الشكل اللي قدامي ده، قال لي خلاص دول ايكوال، يبقى اللي بره دول ايكوال، يبقى دي حلقه مينيمم ديفيشن. عايز يرش ما بين ساين فاي 1 لساين سيتا 2، ساين فاي 1 لساين سيتا 2، ما الاثنين ايكوال، يبقى ريش 1 تو 1. السؤال اللي بعده، عايز الجراف اللي يمثل الريليشن بتوين الانجل اوف انسيدنس والديفيشن انجل، اهو ديفيشن انجل والانسيدنس، يبقى الجراف دي انفرس وبعد كده يقلب دايركت. ايكواليتريال بريزم يعني الاي 60 ات بوزيشن مينيمم ديفيجن، عايز السكند انجل اوف انسيدنس، سكند انجل اوف انسيدنس اللي هي فاي 2 اللي هي سيتا 1 اللي هي سيتا اللي هي اي على 2 اللي هي 60 ديفايدد باي 2 اللي هي تك ايكوال 30 على 2. بعد كده بيقول لي في الاكسبيرمنت دي وجدوا ان المينيمم انجل اوف ديفيشن 48.2 وبعدين الانجل اوف بريزم 58.8، عايز الريفراكتيف اندكس، تعويض مباشر، الان بيساوي ساين
الفا نوت فين الالفا نوت اهي 48.82 بلس 58.8 ديفايدد باي 2 ها على ساين 58.8 ديفايدد باي 2 فتطلع الاجابه 1.5. هنا بقى فاي 2 وسيتا 2 فاي 2 وسيتا 2 عمل انترسكشن مع الواي والاكس في قيمه 20 يبقى الاي ب 20 الاي ب 20 بعدين بيقول لي الكريتيكال انجل 41.8 او ما اقول له يبقى الان بيساوي 1 على ساين فاي كريتيكال 1 على ساين فاي كريتيكال يعني 1 على ساين 41.8 فتطلع الاجابه ان ال n ب 1.5 ال n بكام 1.5 وال a ب 20 هو عايز يحسب ايه عايز المينيمم انجل اوف ديفيشن فانا اقول له كده ريفراكتيف اندكس n يساوي ساين الفا نوت بلس ال a ديفايدد باي 2 على ساين a اوفر 2 طب الريفراكتيف اندكس دي بواحد ونص ايكوال ساين الفا نوت اللي هو عايز الاي ب 20 على 2 على ساين 20 على 2 اللي هي ساين 10 اعمل كروس ملتيبليكيشن يبقى ال 1.5 في ساين 10 يساوي ساين الفا نود بلس 20 ديفايدد باي 2 دي بقى اعمل شيفت ساين للطرفين يعني اخد ده 1.5 في ساين 10 واعمل لها شيفت ساين بعد كده ودي اعمل لها شيفت ساين وطير دي واطلع الالفا نود بسهوله جدا زي محلنا الباقي كله. عندنا سؤال كمان عندنا بيقول لي لو الانجل اوف مينيمم ديفيجن ب 30 يبقى الفا نوت ب 30 وبعدين استخدمنا الترينجل بريزم هول سايدز ار ايكوال يبقى كلهم ايكوال يبقى الاي ب 60 يبقى ده ايكوالاتري وبعدين الريفراكتيف اندكس هو عايزها فاقول له الان بتساوي ساين الفا نوت اللي هي 30 بلس الاي اللي هي 60 ديفايدد باي 2 على ساين 60 ديفايدد باي 2 اللي هي ساين 30 تطلع رتو عايز الانسيدنس انجل والامرجنت انجل طب ما الاثنين ايكوال فاي 1 ايكوال سيتا 2 ايكوال فاي اللي هي عباره عن الفا نوت بلس الاي ديفايدد باي 2 الالفا نوت دي اللي هي كام بقى 30 بلس 60 ديفايدد باي 2 يطلع ال 45 السؤال ده برضو من الأسئلة كويس دي 37 دي المينيمم انجل اوف ديفيشن ده فاي واحد يساوي سيتا اتنين يساوي فاي فانا هنا اول حاجة طالبة ايه امرجنس انجل اللي هي سيتا اتنين اقول له 48.5 عايز ريفراكتيف اندكس اقول له حاضر ريفراكتيف اندكس ان ايكوال ساين الفا نوت اللي هي 37 بلس ايه ايه هو اعطوني لا مش عاطيني الايه فانا لازم اجيب الايه الاول ارجع اجيب الايه من هنا فاي بتساوي الفا نوت بلس الايه ديفايدد باي 2 يبقى انا هجيب الايه هجيب اللي هو عايز ريفراكتيف انجل بريزم هو كان عايز الايه الفاي ب 48.5 ايكوال 37 بلس الاي ديفايدد باي 2 اعمل كروس ملتيبليكيشن يبقى 97 ماينس 37 ايكوال ايه يبقى الاي ب 60 يبقى ريفراكتيف انجل اوف بريزم اللي هو الانجل ايه ده 60 فاضل لي ريفراكتيف ايه اندكس الان ايكوال ساين الفا نوت اللي هي 37 بلس الاي اللي هي 60 ديفايدد 2 ها على ساين
60 divided by 2. فدي تقريبا هتطلع ممكن تحسبها هي تقريبا 1.49 حاجه كده يحسبها على الكالكوليتر. ده كان اخر سؤال في الهوم ورك. تعال نحل كمان امتحان الحصه اللي فاتت. تعال يا اولاد نحل الامتحان. بيقول لي لايت ري ها فولز ات انجل فاي، يبقى دي فاي 1 خلاص. بعدين قال لي ها اون اي ترانجلر بريزم الابكس انجل، ده الانجل ايه ب 75. قال لي ريفراكتيف اندكس، ده الان برو 2. قال لي لايت ايمرج تانجنت، لما يقول التانجنت يبقى سيتا 2 ب 90 وفاي 2 فاي كريتيكال. طيب عايز ايه بقى؟ هو عايز الفاي 1، عايز الانجل اوف انسيدنس فاي 1. يبقى انا لازم اجيب الان الاول، اجيب فاي 2 الاول. فاي 2 دي بجيبها منين؟ من الفاي كريتيكال. انا عندي ساين فاي كريتيكال 1 على الان، فتبقى 1 على روت 2، يبقى فاي كريتيكال اللي هي فاي 2 يعني تبقى 45. يبقى فاي 2 دي بكام؟ 45. انا لما يكون عندي البريزم ايه ده؟ بيساوي سيتا 1 وفاي 2، سيتا 1 وفاي 2 مجموع الاثنين، فدي ب 75 ودي لوحدها 45، يبقى سيتا 1 ب 30. ان انا عندي كده مجموع الانجل ايه بيساوي سيتا 1 بلس فاي 2، فده ب 75، دي سيتا 1، فاي 2 45 انا طلعتها لانها فاي كريتيكال، فاقدر اجيب سيتا 1 ب 30 خلاص. سيتا 1 بكام؟ ب 30. لما تجيب سيتا 1 تقدر تجيب فاي 1 بسهوله جدا بقى. ليه بقى؟ لان انت عندك الان، الان بيساوي ساين فاي 1 على ساين سيتا 1 اللي هي ساين 30. ساين 30 بهاف تعمل لها تايمز روت 2 فتطلع 1 على روت 2 بيساوي ساين فاي 1. اعمل شيفت ساين للطرفين تطلع الفاي 1 ب 45. يبقى ده اول سؤال. السؤال الثاني كعبلك شويه هرسمه عشان تحاول تشوفه كده معايا بالرسم. ادي الرسمة. بيقول لي ان هو ايكوالاتريال في الاب 60. قال لي ان هو عمل انسيدنس فولس باي انجل 40، يبقى دي ب 40. قال لي انه حصل له ريفراكت بس ده باريل ده، فيبقى الانجل دي بتساوي الانجل دي الترنيت، فدي 60، تبقى دي 60 زيها، تبقى سيتا واحد، تبقى سيتا واحد ب 30، يبقى دي 40 ودي 30. طب ما دي 60 يبقى دي 30 برضو. طب لو دي 30 ودي 30 ودي 40 يبقى اللي بره 40 زيها على طول، يبقى اللي بره 40 زيها. ليه بقى؟ لان الان بتساوي هنا ساين 40 على ساين كام؟ على ساين 30 ايكوال من السايد الثاني. ساين سيتا 2 على ساين فاي 2 اللي هي ساين كام؟ يا ساين 30، فدي 30 دي 30، يبقى دي 40 تبقى دي لازم 40 زيها، يبقى دي 40. هنا بيقول لي عايز الكريتيكال انجل واعطاني السبيد بتاع الترانسبيرنت ميديوم، وبعدين عايز الكريتيكال انجل مع الاير، فاقول له كده هي ساين فاي كريتيكال بتساوي ايه اصلا؟ بتساوي الان لس على الان دنسر. طب مين عكس الان؟ الفيلوستي، يبقى فيلوستي الدنسر على فيلوستي اللس. طب ما فيلوستي الدنسر اللي هو على الفيلوستي الاقل 2.4 في 10 باور 8 على الفيلوستي بتاعت اللس اللي هو الاير 3 في 10 باور 8 يطلع 0.8. اعمل شيفت ساين 0.8 يطلع 53.13. هنا بيقول لي مديني شوية حاجات وبيقول لي ان ريفراكتيف اندكس 1.44 بس ده ها ايسوسيلس، يبقى ده 45 دي 45، يبقى ده ريفلكتنج بريزم. ريفلكتنج بريزم كان بيعمل حاجتين، بيعمل ريفلكت لللايت ب 180 ويعمل ريفلكت لللايت ب 90. امتى اعمل 180؟ لو كان اللايت بيعمل انسيدنس على الهايبوتنس،
يبدأ ينزل كده ويخرج كده زي ما هي. يبقى ده أربعة هو الإجابة الصحيحة. لا اتنين ولا واحد، اتنين واحد يعملوا ريفلكت بناينتي، وتلاتة ما يعملش أساساً ريفلكت ولا بناينتي ولا بوان ايتي. هنا بيديني رسمة زي كده بيقولي ريفراكتيف اندكس بوان بوينت ايت، أقول له منها أجيب الكريتيكال انجل ساين فاي كريتيكال 1 على 1.8، اعمل شيفت ساين تطلع فاي كريتيكال دي 33. طيب اكمل اللايت كده زي ما هو واعمل دي كده الايب 36 تساوي مجموع الاثنين اللي جوه، انا عندي فاي 1 وسيتا 1 بزيرو، يبقى فاي 2 ب 36 لان الاي بتساوي ده بلس ده، فسيتا 1 بزيرو يبقى دي 36. 36 دي جوه التنسر وده لس، يبقى هيعمل توتال انترنال 36 زيها. بعد كده دي 54 دي 72 تبقى دي 54 يوم دي 36 يقوم يحصل له توتال انترنال تاني ب 36. بعد كده يسقط هنا او معامل نورمال لاين دي 54 ودي 72 تبقى دي 54 تاني تبقى دي 36. يقوم يرد كده 36 هنا. لما رتب الشكل ده لدي 36 تبقى دي 54 و 36 دول مجموعهم 90 يبقى دي ب 90. يبقى راجع مره ثانيه بفاي 4 قد سيتا 4 بزيرو، يبقى فاي 4 سيتا 4 بزيرو، يخرج بقى خلاص بره. يبقى عمل كام توتال انترنال؟ 1 2 3 يبقى الاجابه 3. الاغنيه دي بونص كده. احنا وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من اسئلة كانت واقفة في الهومورك او واقفة كانت في الامتحان. اوعى تنسوا شعارنا الفيزيكس تحبها تحلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.